إذن بعد التعليمات السامية ديال صاحب جلالة باش يدعم القطاع الفلاحي في هذه السنة اللي هي سنة غير عادية في قلة الأمطار، في التكلفة ديال يعني البذور وكذلك الأسمدة، عطى التعليمات ديالو في المجلس الوزاري باش يكون واحد الدعم ديال 10 مليار ديال الدهم. هاد 10 مليار ديال الدهم اليوم كنزلوها في الميدان بلقاء مع جميع يعني الفاعلين، وكاين توقيع ديال واحد الاتفاقيه باش تستعمل فيها تقريبا 5 مليار ديال الدهم للمنتوج الحيواني، الدعم ديال العلف ديال اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والحليب، وكذلك الدعم ديال 4 مليار ديال الدهم اللي غادي تمشي للنباتات وبالخصوص المنتوجات اللي كيستهلكوها المغاربه باش يكون التحسين كذلك في الثمن ديال اللي غادي يدخل في لي زانترون ديال البودو وديال الاسمده، وكذا مليار ديال الدهم باش تكون عند القاد الفلاحي باش تقوى يعني لي فون بروبر ديالها باش يمكن لها تواكب الاستثمارات الكبيره اللي كنتمناو انها تكون في الفلاحه. هذا الشق اللي هو كبير واللي هو مهم ديال ظروف يعني معينه ديال قلة الأمطار وديال ما يقع في العالم بالنسبة للأسمدة وبالنسبة للبذور، ولكن كيبقى القطاع الفلاحي عنده سيدنا عطاه يعني الاستراتيجية ديال الجيل الأخضر اللي يجب تم التنزيل ديالها يعني بقوة، لأن هناك استثمارات هناك تكيف اللي خصو يكون مع العالم الجديد واللي هما الإخوان كانت مناسبة باش نفكوهم في الأولويات وباش ينوضوا يشتغلوا وندخلوا للسنة الفلاحية المقبلة إن شاء الله في أحسن الظروف. نتمنى على الله الخير وشوية ديال الشتاء إن شاء الله، وشكرا لكم.